موجز لأهم وآخر الأنباء من أونلايف، أهلا ومرحبا بكم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات البحرية احتفالها بعيدها 50 في قاعدة الأسكندرية البحرية، وسمع الرئيس في بداية الاحتفال إلى كلمة قائد القوات البحرية التي استعرض فيها الجهود التي بذلتها القوات البحرية على مدار السنوات الماضية من أجل تطوير قاعدة الأسكندرية البحرية، مؤكدا أن خطة تسليح القوات المسلحة تشهد تطويرا حقيقيا. شارك رئيس عبد الفتاح السيسي القوات البحرية بعيدها 50 في قاعدة الأسكندرية البحرية. سمع الرئيس خلال الاحتفال إلى كلمة قائد القوات البحرية التي استعرض فيها الجهود البحرية المصرية من أجل تطوير قاعدة الأسكندرية البحرية، مؤكدا أن خطة التسليح تشهد تطويرا حقيقيا. تفقد رئيس الوزراء شريف إسماعيل محطة التنقية الشرقية للصرف الصحي بالأسكندرية للاطمئنان على استعدادات القصوى لشركة الصرف الصحي لاستقبال الأمطار والنواة القادمة خلال موسم الشتاء. كما تفقد إسماعيل خلال زيارته لمحافظة الأسكندرية ملاعب نادي الاتحاد السكندري الجديدة بمبنى اجتماعي على مساحة 9 أفدنة. كتبت فعاليات مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئة الإفتاء في العالم الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية. وأوضح مفتي الجمهورية شوقي علام أن المؤتمر خرج بتوصيات عدة أبرزها تصدي للفتاوى الشاذة والمنحرفة وأثارها السلبية البالغة على المجتمعات، وكذلك الإجراءات الوقائية والتشريعية والمجتمعية لضبط الفتوى. قال وزير الخارجية سامح شكري إن المنتدى المصري البرتغالي كان فرصة مواتية لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية وضم خطة مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، مشيرا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البرتغالي إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الجانب البرتغالي في مجالات عدة. اجتمع وزير الداخلية مجدي عبد الغفار اليوم بعدد من ضباط وقيادات مديرية أمن الأسكندرية لمتابعة الأداء الأمني ومناقشة مجمل المستجدات على الساحة الأمنية. وشدد وزير الداخلية على أهمية مواصلة تطوير الخطط الأمنية لمواجهة ما تفرضه الساحة الأمنية من تحديات وتوجيه ضربات استباقية ضد الإرهاب، مؤكدا أن محاولات الجماعات الإرهابية للنيل من أمن الوطن متواصلة، معربا عن ثقته في قدرة رجال الشرطة في التصدي لخطر الإرهاب. نهاية الموجز مشاهدينا، إلى اللقاء.